تشتهر الأحزاب السياسية في العالم بإنتاج الأفكار وطرح الحلول، أما نظيراتها في الجزائر فتحوز على لقب واحد، مترجم في ولادة المبادرات. منذ أن حاز الرئيس بوتفليقة على أوراق اعتماده لولاية رابعة في 2014، شرعت الأحزاب السياسية في خوض سباق آخر عنوانه طرح المبادرات. اختلفت تسمياتها واشتركت عموماً في التغيير كقاسم مشترك بين الجميع. أول مبادرة سياسية خرجت للعلن بعدها كانت بولادة قيصرية تحت خيمة مازافرون، مبادرة سرقت الأضواء بعدما شهدت مشاركة قياسية لجميع قيادات المعارضة، لكن سرعان ما اكتشف الجميع أن المبادرة على قوتها دفنت قبل الوفاة. بعدها تفرقت القوى وجهودها، وبات الكل يطلق في المبادرات بتسميات مغايرة، فظهر قطب التغيير مقابلا للانتقال الديمقراطي وتشتتت المعارضة. الإجماع الوطني للأفافاس مبادرة توقفت حتى قبل انطلاقها. ردت الموالاة بمبادرة الجدار الوطني ليظهر أن الجدار بني دون أساس فسقط على من شارك في بنائه. تلتها مبادرة محتشمة للأحزاب المجهرية، فكانت المبادرة على قدر أهلها، فمبادرة 19 شخصية التي ماتت تدريجيا بتساقط أعضائها. وقبل رئاسية 2019 تطلق حمص مبادرة المرشح التوافقي وتظهر مبادرة مواطنة. الأحزاب السياسية تلد المبادرة ثم تقتلها لتختفي بعدها دون تبرير، ليتساءل الجميع عن جدوائية ولادة المبادرات بكثرة دون استمراريتها في الحياة.